هيلحق قفشه او مش هيلحق لا ينبئكم قدر خبير. خبيرك مين؟ كابتن سيد حبيبك. كابتن سيد عبد الحفيظ اهلا بيك. ابراهيم ازيك انت وازيك كابتن عدلي؟ مساء مبروك يا عم. الف مبروك. مبروك يا عم. يلا مبروك علينا كلنا الحمد لله رب العالمين. ايه قلت لهم هنفكر في الدوري ولا ايه؟ ايه؟ قلت لهم خلاص نطوي صفحه السوبر؟ مش سامع والله بتقول ايه؟ بقول لك قلت لهم نقفل صفحه السوبر ونفكر في الدوري ولا ايه؟ الناس لسه ما طلعناش من الملعب يا دوب خدنا الميداليات قال لك الدوري اهلي. الف الف مبروك يا كابتن سيد. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب قبل ما نتكلم في السوبر والترتيبات الفتره اللي جايه، انت النهارده كنت في اتحاد الكوره بتمثل النادي الاهلي في الاجتماع. تمام. كانت وجهه نظرك ايه واللي استقر عليه ايه؟ بص هو مبدئيا طبعا دي حاجه ايجابيه جدا، انا شايف ان هي حاجه من الحاجات الصحيه والمهمه جدا ان يبقى في اجتماعات دوريه زي كده، كل واحد بيقول مقترحه، كل واحد بيقول استفساره، كل واحد بيقول رؤيته، كل واحد بيقول وجهه نظره، كل واحد بيستعرض مشاكل تعرض ليها على اساس ان انت تبقى تتجنب حاجات مستقبليه. دي حاجه كانت حلوه جدا يعني. الناس في اتحاد الكوره واللجنه الثلاثيه عرضوا الرؤيه للفتره اللي جايه ووجهات النظر وكمان اقتراحاتهم في انهاء الموسم، سواء كان بالاقتراح الاول ان هو ينتهي في نهايه اغسطس او الاقتراح الثاني ان هو يستمر لحد سبتمبر، وموضوع الاجراءات الاحترازيه المستقبليه والدكتور محمد سلطان، الناس كمان دوبين للانديه وممثلي الانديه استمعوا بشكل كويس، كل واحد قال وجهه نظره برضه، كل واحد قال رؤيته، كل الناس يعني كانت ايجابيه جدا في التعامل والتفاعل مع الاجتماع. فيما يخص النادي يمكن انا لما اتكلمنا قلنا يا جماعه احنا النادي يمكن ضغطنا شديد جدا في الفتره اللي فاتت وعرضنا لنقاط افتقدناها بسبب ضغط مباراه غير مسبوقه وغير منطقيه، لكن في النهايه يعني لعبناها، بس في النهايه دايما النادي الاهلي بيبص للمصلحه الجمعيه والمصلحه العامه بغض النظر عن المصلحه الشخصيه، يعني ساعات بتحس بتفكر بفرقتك وكل حاجه لكن بما يتناسل مع النظام والسيستم اللي موجود، يعني مش حاجه لوحدك انت خالص. النادي طرف مهم جدا في المنظومه، لكن في نفس الوقت النظام السائد هو بيبقى ماشي عليه فبقى يعني يتعلق بتكافؤ الفرص اللي هو بيطالب بها دايما. فالناس استمعت والناس تجاوبت وقالوا يمكن لو في نهايه شهر اغسطس مالهاش علاقه بالاهلي خالص عشان الناس تبقى عارفه، بس يعني دي ليها علاقه بالحاجه الايجابيه لو المنتخب الاولمبي بدا يلعب على ميداليه، وده هيتحدد طبعا بعد الماتشات الاولى اللي هو ياخدها اللي هي هتبقى في نهايه شهر 7، لو بدا يلعب على ميداليه هيبقى الامر يعني بمنتهى الوضوح هيستمر لحد نهايه سبتمبر. الناس كانت عندها وجهه نظر ان يبقى لا ما يتلعبش الدوري غير لما يتلعب مؤجلات بتاعت الانديه اللي هي لسه عندها مؤجلات، يعني اللي هي طبعا يعني اهمهم الاهلي يعني او اكثرهم الاهلي. احنا كنادي اهلي قلنا ما فيش مشكله خالص، اللي انتم شايفينه احنا ما عندناش مشكله، ده اللي بيقودوا او بينظموا اتحاد الكوره برضه ما عندناش مشكله في اي حاجه خالص، يعني هي المشكله كلها الكبرى ان يبقى في حاجه بتضغط فيها انت كنادي وانت مالكش ذنب فيها، انت ممثل لافريقيا وممثل للمنتخب للاسف لمصر وممثل طبعا المفروض ان الاتحاد بيساعدك وبيعينك على كده، يعني متقبل تماما ان انت يبقى عندك ضغط في مباريات عشان انت مشارك في قاره في القاره الافريقيه ومشارك في بطوله ثانيه افريقيه بالتاكيد يعني عندك ضغط مباريات، لكن ما تبقاش يعني بزياده قوي كده لان هي هتمنعني من تكافؤ الفرص المحليه اصلا كمنافسه يعني. الناس تقبلت الكلام بشكل كويس قوي، عرفوا كويس قوي ان النادي الاهلي يعني هو دايما بيبص للمصلحه العامه، قلت لهم احنا موافقين على اي حاجه طالما فيها مقبول ومعقول حتى لو هاجي على نفسي سنه بس تبقى في المصلحه العامه. كويس. لكن الى حد كبير الاجتماع كان مفيد جدا. كابتن سيد قريت طرح كده وهو مش جديد، هو جديد قديم يعني، للمهندس محمد عادل، يعني بيقول لو احنا بس موسم واحد نعمل هذا النظام اللي هو عايز يلعب دور واحد دوري من دور واحد وبعدين ياخد التسعه الاولانيين يلعبوا دوري من دورين والتسعه الاواخر يلعبوا دوري من دورين، الاوائل هيلعبوا على المقدمه والتسعه التانيين هيلعبوا على الهبوط، ودي هتوفر وقت كتير، والنظام ده ما هوش دوري مجموعتين، ده كله بيلعب وبينتهي بدوري مختصر
من دورين يعني. فأعتقد الأمر ده قد يعني يستحق بصة، ولا أنت شايف حاجة تانية؟ بص يعني طبعا القرار زي ده بيبقى قرار فني وقرار للنادي بشكل قرار نادي كامل يعني. لو هتسألني على المستوى الشخصي يعني، يعني هقول لك ممكن تكون حصلت قبل كده، حصلت في 2014 لو تتذكر، تمام، ان احنا عملنا حاجه شبيهه لكده. لا ده كل اللي اتعمل قبل كده كان دوري مجموعتين، ده مش مجموعتين، ده في الاخر حصل ده مجموعتين. كان مجموعتين. لا ده بتفصل، انت بتفصل ال 18 نادي من خلال ترتيبهم من دور واحد في الاول للتسعه اللي فوق اللي هيتنافسوا على البطوله، والتسعه اللي تحت اللي هيتصارعوا على النجاه من الهبوط. فهو دوري يعني هيبقى فيه تكافؤ فرص، لان المرحله الثانيه هتبقى من دورين، يعني التسعه اللي فوق يلعبوا رايح جاي، والتسعه اللي تحت يلعبوا رايح جاي، بس هيختصر عدد كبير جدا من الماتشات. هقول رايي بمنتهى الامانه، لو انت عايز توفر وقت يعني تمام، دي حاجه ثانيه، لكن على مستوى القوه والمستوى النديه ومستوى الاحتراف اللي انت فيه ما فيش كده في العالم. انا بقول دي سنه استثنائيه، انت عايز سنه استثنائيه عشان لضبط الاداء وترجع تسيطر على الوقت تاني وتهرب من دوري المجموعتين برضه، يعني يبقى في عداله الى حد كبير. لو انت بتتكلم على الوقت غصبا عن الجميع تمام، يبقى طرح من الحاجات اللي هي بتطرح وممكن تتوافق عليها، لكن على مستوى الدوريات ما فيش كده يعني، ما فيش دوري طبعا. ما حدش بيقول النظام يستقر كده كابتن، بيتكلم على استثناء. أنا بقول عشان تعدي المطب يعني، ده مش ارحم من الدوري المضغوط اللي هيقضي على الاخضر واليابس. ما فيش لعيبه هتتحمل تلاحق مواسم بالمنظر ده، مستحيل يعني. والله بص برضو ارجع واقول يعني ده برضو قرار بتاع النادي، بس لو انت عايز تطرح ده اطرحه، والناس وكل ممثلين بقى سواء كان الناس اللي هي تقدر او تملك انها تاخد القرار في وقتها، ويبقى الناس كلها لو طيب قبلها تبقى خلاص، يبقى ماشي على النظام مع ككل يعني. لكن على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي اشوف ان مفيش دور كبير كده. احنا زي ما اعترضنا على شكل الاداره الفرديه وان تطلع القرارات بشكل فجائي للانديه وتلتزم بيها وجدها تطلع بشكل فجائي، لازم انتقدنا هذا. لازم نشيد بالخطوه دي، لان انا شايف لو اللجنه دي من اول يوم عملت هذه السنه في كل شيء كان هتتوصل طبعاً لحاجات، وكانت هتوفر مناخ الصخب اللي بيسود المجال الكروي دلوقتي. طبعا صح كابتن سيد، انا اتفق معاك تماما. الاربعه الاجانب جات لهم استدعاءات، سافروا مظبوط. وان شاء الله الرحمن فيهم ناس هتلحقنا باذن الله في تونس، وفي ناس زي علي مثلا هيستنانا هناك. يعني علي سافر تونس وهيفضل هناك؟ مظبوط. اصل علي اخر مباراه عنده يوم 15، احنا جالنا جواب رسمي، مش عارف انت عندكم المعلومه دي ولا لا. خلاص المباراه بقت 19 و26، مش 18 و25، 19 و26. 19 و26 طيب الموقف المصابين عندنا طمنا عليهم واحد ورا الثاني كده. كريم ندفد اخباره ايه؟ كريم خلاص يعني الحمد لله بينزل معانا تمرينات، وحتى ردود الافعال الطبيه الحمد لله كويسه جدا يعني الحمد لله. يمكن محمد محمود عطلته بس شويه الكورونا، لكن ان شاء الله الرحمن يبقى موجود في الاسبوع اللي جايين يعني. فيما يخص قفشه، يمكن الحمد لله استجابته للعلاج حتى النهارده احسن كتير الحمد لله. عندنا امل بشكل كبير قوي يتعدى يعني نسبه كبيره مئويه يعني ان هو يلحق باللقاء الاول. ان لسه هنشوف برضو استجابه محمد هاني هتبقى عامله ازاي يعني. طيب المفروض ان احنا اتكلمنا دلوقتي على ان الفتره الحاليه فتره اجازه مش كده؟ كام يوم؟ تمام. لا احنا بكره شغالين يعني، بكره هنشتغل كام يوم، وبعد كده هنلعب مباراه وديه، وبعدين هناخد فتره راحه تانية، وبعدين هنتجمع قبل اللقاء بحوالي 12 يوم كده عشان استعداد للقاء كده. الاقرب حاجه بعد تاجيل مباراه انبي بتاعت يوم 4، اقرب حاجه ماتش الترجي 19. بس هيتخلل عندنا مباراه وديه يعني، ممكن يبقى مباراه او اتنين. تمام. قول لي بقى السوبر اخباره ايه معاك، فرحته كانت عامله ازاي؟ طبعا هي بطوله غاليه جدا وقاريه، وفي نفس الوقت بتدخلك في منافسه عالميه مع ريال مدريد يعني. اعتقد فخر لكل اهلاوي في العالم، موجود في العالم كله، ان انت تبقى بتنافس نادي بحجم ومكانه بريال مدريد على الرياده، على الرياده العالميه. دي حاجه تدعو للفخر بالتاكيد يعني. انت عارف ان في القرن ال 21 يا كابتن سيد، نعم، انت عارف في العقد اللي هو في القرن ال 21، في القرن ال 21 ان النادي الاهلي متقدم كثيرا على ريال مدريد، هو الاول.
الحمد لله الحمد لله. لو فصلنا بطولات يعني القرن لو خدنا كل قرن لوحده ريال مدريد كان متقدم، بس في القرن ده لا الاهلي متقدم كتير الحمد لله رب العالمين. لكن تبقى العقليه زي ما اقول لك، العقليه الاهلاويه كمنظومه سواء كانت مجلس اداره او لجنه تخطيط او مشرف على الكوره او جهاز فني واداري او لعيبه او قبل كل دول الجماهير، العقليه الاهلاويه اللي هي خلاص امبارح بتاع امبارح التاريخ حلو جدا فبتسطروا، لكن امبارح بتاع امبارح خلاص النهارده انت عندك مسؤوليه كبيره في سواء كانت على المستوى المحلي او المستوى القاري. اوكي عندك كمان مباراه حساسه وحاسمه، يبقى الافضليه في ايدك انت لو ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمك ووفقك، الحسابات عندك مش عند اي حته ثانيه. كل مباراه وكل دور بيبقى له اهميته ومكانته، يعني يكفي ان انت تقول الاهلي والترجي مثلا كعنوان للسيمي فاينال جاي. اخر اربع سنين بس يعني انت واخد البطوله ووصل للنهائي ثلاث مرات، الترجي في اخر اربع سنين واخد البطوله مرتين، فيعني عشان تبين مدى قوه المباراه عامله ازاي. انت في 2017 في الفاينل مع الوداد، في 2018 في الفاينل مع الترجي، 2019 كنت لحد دور الثمانيه، 2020 انت واخد البطوله. الترجي 2017 كان في دور الثمانيه، احنا اللي خرجناه في 2017، في 2018 كان هو البطل اوكي مع الاهلي قدام الاهلي، وكان في 2019 كان مع الوداد. السنه اللي فاتت خرج برضه من دور الثمانيه، فانت عندك اخر اربع نسخ انت واخد البطوله مره ووصل فاينل ثلاث مرات، فاخر اربع نسخ هو واخد البطوله مرتين، فمباراه ليها حسابات قويه جدا. ليها حسابات قويه جدا لازم تشتغل عليها، ما ينفعش تفكر في اي حاجه خالص غير فيها، تحضر فيها كويس قوي وتستعد كويس قوي وتشتغل كويس قوي، ويا رب باذن الله يكون المباريات دي هتبقى بجماهير ولا لا يا كابتن؟ تساعدنا في اللقاء العودة. نعم المباريات دي رايح جاي دي مع الترجي هتبقى بجماهير ولا لا؟ لا 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 مش هتبقى. الكاف اختار الحكام فيكتور جوميز للمباراه الاولى ورضوان جيد للمباراه الثانيه، رايك انا إيه؟ لحد دلوقتي ما جاتليش حاجه رسميه كده، لكن كل اللي مكتوب في الحته الاعلانيه كده، لكن حاجه رسميه ده جواب رسمي ما جاليش كده خالص. ما اخترناش. عايز اسالك سؤال شخصي بقى، عملت ايه ما اتبخرتش كده بالنق بتاع عمرو اديب؟ يعني مداخلتك مع عمرو اديب دي كانت عايزه يعني تترقي حد يرقيك وحد يرقي النادي الاهلي. والله بص يعني خلينا بس دايما الشغل هو اكتر حاجه في الردود والايجابيه، لازم تشتغل بشكل يا جامد يا ابو سيد. نعم يا جامد. انا بتكلم جد والله يعني. لا هو ده ما فيش الا كده طبعا. حتى في كلامك لازم يبقى شغل، كلامك نفسه يبقى شغل. ممكن تبقى انت من جوه هادي جدا جدا، يعني تبقى ماسك نفسك من جوه جامد جدا، لكن الكلام يكون قوي. يعني الواحد يتعلم حاجات كتير قوي من ناس، ومنهم طبعا كابتن عادل الطيب. الحقيقه الواحد يعني يا راجل يا طيب يعني والله الحقيقه يعني تمام. التون بتاع الصوت نفسه في اوقات كتيره ما يبقاش بنفس الوتيره، ما يبقاش بنفس المستوى. امتى تعلي الصوت وامتى توطيه وامتى يبقى فيه الحكمه واللين، يعني لازم في حاجات كتير قوي لازم تبقى انت عندك حسابات ليها، ما تبقاش الامور كلها دايما على وتيره واحده ومستوى واحد. طب قول لي اللقطه بقى اللي يعني ابهرت الناس كلها، لقطه الميداليات مع كابتن الخطيب واللعيبه تطوق عنق الخطيب بالميداليات، انت كمدير كوره ما كنتش حاسس ان فيها ترتيبه زي كده خالص؟ والله ابدا والله ابدا. يعني انا عرفت طبعا وهم طالعين وهم طالعين قالوا لي وهم طالعين تمام يعني هم طالعين يعني دي مبادره من اللعيبه. نعم والله يعني انا قبل الموضوع حتى قبل الماتش ولا بعد الماتش مباشره خالص يعني هي تلقائيه بحته من اللعيبه، ودي حاجه ليها معاني كبيره، ليها معاني كبيره قوي قوي يعني اهمها واهمها واقواها على الاطلاق على الاطلاق ان النادي الاهلي ده نادي على المستوى الجماعي رائع جدا. اكبر راس في النادي اللي هو رئيس النادي، اللي اصغر واحد اللي هو عامل مثلا ولا حاجه، الكل تحت. لو تشوف مثلا كابتن وهبي نبي عامل عندنا زي النور مثلا تمام، يعني هتعرف يعني ايه معنى النادي الاهلي، يعني ايه مكانه النادي الاهلي. لكن في الشغل كل واحد له تخصصه، كل واحد له مكانته، كل واحد له دوره. انا ممكن اساعدك في شغلك لكن مش انا صاحب القرار فيه، ده انت تمام. ده مفهوم احترافي بحت يعني. اللقطه كان لها معاني حلوه جدا يعني. صحيح كابتن سيد، بالتوفيق والف الف مبروك، واللي جاي احسن ان شاء الله. يا رب يخليك يا صبري، متشكر جدا، وتحياته ليك ودايما المتالقين يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا.